هسه مالتك طلعت شاب احمد محمد ايه والله عمليه التحديث ماشيه بصوره صحيحه وجيده وان شاء الله المسيره ماشيه ان شاء الله والله ان شاء الله نص ساعه صار لي تقريبا اي نص ساعه والله هو ازدحام تعرف انت شلون انت راح تحدث ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اول الناس يعني زين ايش تنصح الناس والله انصح الناس ان يسارعون بهالعمليه حتى لا يصيرون زخم على اخوانهم المنتخبين الاخر ان شاء الله. عامره التطبيقيه بجانب منطقه حي الاندلس. والله العمليه يعني ماشي امور بس شويه تاخير، لا والله سهله بس مو سهله كثير زين. ايش قصر لك انت هنا؟ تقريبا نص ساعه. نص ساعه. تعامل الموظفين جيد جدا زين. ان شاء الله ان شاء الله طبعا لازم يجون يحثون اي نعم عمر بن عبد الله جامعه حي الشرطه زين رسالتك والله انا وجه لومي بس يكثرون الموظفين ان شاء الله ان شاء الله زين ايش تنصح للناس اللي يجون يحطون البطاقه مالهم؟ والله شويه يلتزمون بالنظام وسرعه والنظام حلو وشيء يعني معقول حتى تمشي الامور بسهوله. والله العمليه هنا يعني ماكو ازدحام الشباك زين يعني والعالم ماخذ راحتها بس يظل شغله واحده على العالم تعرف ايش تنتخب بعد الانتخابات على مود يعني شفتوا ايش صار بالاوضاع القديمه يعني طرد الفاسدين يعرفون ايش يختارون من مرشحيهم وانتخاباتهم. وشغله حصريه تبقى يم المواطن هاي. انت اليوم جاي تحدد يعني نقول ان شاء الله راح تشارك بالانتخابات؟ ان شاء الله نشارك بالانتخابات وعلى الافضل هاي عاد واحد بس يعرف ايش يختار على مود بلده. زين ايش ينصح المواطنين اللي يجون يحثون البطاقه مالهم؟ والله انصح جميع المواطنين يجون يحثون البطاقه مالهم على مود اذا ما هم يحثون وهم يسعون تجاه بلدهم اكيد ما راح يتطور هالبلد ولا راح يصير مثل باقي البلدان.